السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الفتاة التي حصل لها شيء مرعب إلى الشيء المخيف الذي صورته كاميرا المراقبة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos. كانت تصور نفسها في غرفة نومها وفجأة حصل شيء مرعب. هذا الفيديو المخيف نشرته امرأة مؤخرا على حسابها في تيك توك. تقول الامرأة بأن هذا الفيديو قديم وقد صورته ابنتها عندما كانت تبلغ من العمر 10 سنوات. وقد كانت في غرفة نومها تصور نفسها وهي تتكلم عن مجموعة من ألعاب المطبخ التي جاءتها كهدية. Para mi canal y hoy vamos voy a estar mostrando las cositas tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، لكن وبعد وقت قصير حصل شيء مرعب لحد كبير. فلنشاهد التسجيل. Primero tengo este cuchillo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. Sí. Pues tengo esto. ¿Rara? Una cuchilla. Filosa. Ahora tengo dos tenedores así. Uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Voy a tener... Pues se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. في الأول أسقطت الدمية الكأس. سمعت الفتاة ذلك فاستدارت، لكنها لم تدرك ما حصل. بعد ذلك رأت يد الدمية تتحرك من تلقاء نفسها، وهنا أصيبت بالذعر الشديد وهربت بسرعة من الغرفة. يعتقد بأن هذه الدمية قد تكون مسكونة بالجن، فما رأيكم؟ Vous avez vu un truc encore bouger? كانوا يخيمون في الغابة وفجأة حصل شيء مرعب. الفيديو التالي قديم جدا ومصدره مجهول. في التسجيل يظهر مجموعة من الأصدقاء كانوا يقضون وقتا ممتعا في الليل وسط غابة في فرنسا، وفجأة رأوا شيئا يتحرك خلف شجرة. في الأول اعتقدوا بأن هذا ليس سوى كلب أو حيوان عادي، لكن ما حصل كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. Vous avez vu un truc encore bouger? Bon, toi là. Il y a un truc là-bas? Il y a un truc derrière là. Oh, attendez. Minou, 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 j'ai trouvé ta mère. Putain! Putain. Il est mignon le chat. Eh, hey, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça. Je vais me barrer. Oh, non! Bah, il y a un. Pour éclairer, putain! Attends, je vais me filmer sa mère. Non,
شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. لم يكن يظهر في الأول بشكل واضح، لذلك رموا نحوه غصنا مشتعلا ليضيء المكان، فظهر مخلوق غريب الشكل ومرعب، لديه أصابع طويلة وأعين سوداء كبيرة. وفي هذه اللحظة شعر الشباب بالخوف وهربوا من المكان، وفجأة انقطع التصوير دون أن يتم ذكر ماذا حصل لهم بعد ذلك، ليبقى مصيرهم مجهولا. قيل بأن ما ظهر من المستحيل أن يكون حيوانا عاديا، وقد يكون مخلوقا فضائيا أو أنه جن تشكل على تلك الهيئة، فما رأيكم؟ الفيديو التالي صور داخل المستشفى. في التسجيل تظهر امرأة كانت مريضة ونائمة في المستشفى، وكان برفقتها ابنها الكبير، فحملت الهاتف وبدأت في تصوير الغرفة، وهذا ما حصل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. في مدة أقل من ثانيتين ظهر في الزاوية مخلوق أبيض شفاف يشبه شكله البشر، ثم اختفى بعد ذلك في لمح البصر. لم يعطي المصدر معلومات وشرحا حول ما ظهر في هذا التسجيل، لكن قيل بأن ما ظهر كان جنا متشكلا، فما رأيكم؟ As you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, do you see this? There is nobody in this house. The TV is... كانت لوحدها في المنزل، وفجأة حصل شيء مخيف ولا يصدق. هذا التسجيل قديم بعض الشيء، حيث يعود لسنة 2012، وقد صورته امرأة تدعي بأن لديها موهبة رؤية والإحساس بالجن والعالم الآخر، وتقول بأن منزلها مسكون بالجن وتحصل فيه أشياء غريبة ومخيفة. وفي هذا اليوم وبينما كانت لوحدها في المنزل بدأت في سماع أصوات غريبة، فقررت هذه المرة تصوير ما يحصل لتثبت للناس صحة كلامها، لكن ما حصل كان مرعبا، فلنشاهد التسجيل. As you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now. Okay. Do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm gonna reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The lights. Do you see that? Okay. I'm going to show you that there is nobody. There is nobody in this house. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm going to turn it off. It was even up. Look, anybody. Holy fuck! What the shit? Oh my God!
في الأول بدأ جهاز كشف الدخان في المنزل يعمل لوحدها، ثم بدأ التلفاز يعمل من تلقاء نفسه بشكل غريب. بعد ذلك طلبت الامرأة من الكيان أو الجن بأن يعطيها إشارة أو علامة على أنه موجود، وفي هذه اللحظة بدأ المصباح يشتعل وينطفئ من تلقاء نفسها، وفي الآخر ظهر لها كيان مخيف جعلها تقفز من مكانها من شدة الرعب وتهرب من المنزل. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, anybody. Holy fuck! What the shit? إذن ما رأيكم؟ هل بالفعل هذا المنزل مسكون كما تقول الامرأة؟ أم أن لديكم تفسير آخر لما حصل؟ في وقت متأخر من الليل صورت كاميرا المراقبة في مدخل منزل بالولايات المتحدة شيئا غامضا ومخيفا. الفيديو التالي صور سنة 2021 حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. يقول صاحب الفيديو بأنه في هذه الليلة سمع أصواتا غريبة قرب منزلها، وفي اليوم الموالي قام بمراجعة ما صورته كاميرا المراقبة، فأصيب بالدهشة والخوف عندما رأى هذا الشيء. شخص بملامح مرعبة وأصابع طويلة اقترب من المنزل وبدأ يتحرك بشكل غريب. قال البعض بأن هذا ليس سوى شخص عادي يرتدي قناعا مخيفا، فيما يؤكد صاحب الفيديو بأن ما ظهر كان ساحرا وبأن هذا كان وجهه الحقيقي وليس بقناع. فما رأيكم؟